الحاج عدنان حضر معنا اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام، دخل هايلة قاعد. معليش الحاج، حنا شغل انا في الدار، معليش حنا دخلت قصت لي الديكور نورمال. تيستي لادفيرسير اللي طاك اللي قدام ليك. حموا على كل حال من يومية بلاي سبور بالتحديد. اليوم راح نحكوا على القضية هذه، القضية تاع المحللين الرياضيين اللي رانا نشوفوهم اسبوعيا يوميا في مختلف الحصص الرياضية المختصة، نشوفهم مختلف القنوات اللي كانوا يدخلوا لبيوتنا، حتى التلفزيون الجزائري والاخر، وحتى الاذاعه الوطنيه اللي كانت سباقه نظن الحاج فيما يخص الاستغانه بهاد اللاعبين السابقين المدرب. راه قاعد شغل يا خويا غير الخير، وليد فاميليا الله الله العاقل. عجبتني هذيك وشنو؟ لي دو سياج هذوك شابين. عندهم معنا للدار ان شاء الله. الله هذه كولر اون بليس. راحت للدار. هاي سيدي قلنا مالا من الاذاعه الوطنيه ومن بعد ذلك مشى جو الكونفيرم. فول كونفيرمي. سي تري جون. سي ابارتي دو لا راديو اللي بدات انت من بين لي زونسيان. الحملة هذه فوالا. بدات بين الناس اللي لي زونسيان حاب يقول فيما يخص هذا التحول اللي هو تحول طبيعي. نورمال بيان سير. نورمال اون بليس اون ريان انفونتي باسكو كان بون القنوات الأجنبية داروها سي اون اكسبيريونس حنا بون خطفناها. اي بي سوف كو بون ماتنون باسكو علاه رانا في موند وين هذا مليح هذا ماشي مليح شاكان كومون اناليز بيان سور مي الحمد لله كاين كوميم دي اناليز دي زونسيان فوتبولور كي فون دو بونز اناليز سافا سي اونكوراجون كي سمعنا هذا بريفيتو قبل ما تدخل لا لا والله والو والله والو والله سي سان لا لا سي سان كومبليزونس الحاج سي بارل با دو موا وي بارل اون جينيرال مي لوي نو مي هو سي فري سي توجور اغريابل ايكوتي هذه هي دونك دينا السؤال الاول كيف يتم اختيار وشنو هو الميزه باش نختاروا واحد نقولوا انت راح تولي محلل نشوفوا في القنوات الاجنبيه الميزه الاولى انا هو ربما ياخذوا البالماريس ياخذوا الاسم ياخذوا اللاعب وبالتالي بعد ذلك يمر الى مرحله اخرى هي مرحله التربص يدير ان ستاج 3 موا ومن خلاله يلابرون الميتي رفقه الصحفي اللي ربما راح يرافقه كيفاش تتكلم في الميكرو كيفاش الامور اللي تتكلمها وقتاش تسكت وقتاش يحضر غيرها من الامور هذه نعرفوها بلي تندار هكذا احنا في الجزائر رانا في مرحله اختيار هنا نطرح سؤال باش ما نديروش الحاج محرج نقولوا صح كي تجي تشوفتها كيف تم اختيار هاد الناس على حساب واش نو ما هنا سي با ولا تشاطرني في الراي ما هنا جو بونس بالنسبه لكات فيغور تاع الحاج واضح انت كي تشوف بالماريس لعب في زوج انديه كبار متحصل على القاب بين احسن الهدافين تاع البطوله الوطنيه لاعب دولي يعمل من اجل الحصول على شهاده تاع مدرب نظن راك في دوزيام دوغري دونك كان هاد لي بارامتر سي امبورتون دونك هاد لي بارامتر كامل راهم موجودين ما عدا هذا كيفاش يتم الاختيار؟ هنا ما كاش يعني ما كاش يا با كريتير جو بونس با انت جو نسي با بون يا با كريتير انا جي لا شونس دو كومونسي في لا راديو افيك دي جون لي جو لي ريميرسي با سي منهم سفيان اللي انا او ديبار ما كنتش داير راهي بلي حنولي محلل كره القدم ابري افوار فيني لا كارير سبورتيف اون فولي باسي اوتر شوز سادير نريحوا في الميليو باسي اوتر شوز سي دادير دوفينير اونترينور كاريمون كومونسي افار دي فورماسيون جي لوبورتينيتي من عند سفيان دانتيغري لا راديو جي ديكوفير ان اوتر موند وي بيان سور و جو ريغريت با دار شوي توجور لا راديو جي ابري بوكو دو شوز جي في اون فورماسيون فري جو سفيان ماتنون اي فو فوار لي جون لي زون لو بروفيل باش يقدر يكون كونسلتون بارابور للبالماريس بارابور للفيكو تاعو اي بي بارابور لو كاريزم اللي كان عنده سي التيرا اون دور دي تيرا الذهنيات الحاج الذهنيات هل تظن بلي الذهنيات تاع المستمع المتفرج هي الاخر تبدلت الذهنيات التقنيات هي الاخرى تغيرت كيما تشوف انت ربما بوكو بوكو انا بعض بوكو التقنيين ما يتقبلوش بعض الانتقادات الاسباب يقول لك هل دوك الكره بما انه لاعب سابق هذا واصبح محلل هل له الحق باش مش هو الاخر نو واش قلت كوت Il peut donner son avis, il peut se tromper aussi. Hein. Mais un ancien joueur ou un
ان اتليت اللي يلعب ولا ان كوتش باغ اكزومبل. هاد لامالغام اللي هضرت عليها انت اوديبار سفيان مع حمو سي كوم زمان نقولوا لي اس تي اس لازم لهم ان اونسيان جوار اللي يكون عنده الفيكو كوم سا يسون كومبليمونتير. ماتنون اكتيلمون لوديو فيزيوال في دون لو موند ولا راديو باغ اكزومبل يا ان جورناليست يا ان اونسيان جوار مي فودريك يكون عنده البروفيل باش يلحق. لو بلوز امبورتون سي كوا كي سوا كومبليمونتير. انا وحمو بو ترافاي دوما مي لازم لافورماسيون تلحق المتفرجين كي يسمعوني انا واش نقول يفهموا شنو كان ديكسبيكي. ربما ملاحظه يقدمها حمو اللي هو مقدم منشط او معد الحصه معلق على اللقاء ويتكلم على لقطه على المحلل هو الاخر باش يعطي لها الشرح التقني. فوالا جالي صحابي سي فري هو يعطينا الشرح التقني كيفاش. مي جو با باش نهضروا برك ميم حنا نهضروا احنا وجينا لا ماشي ستاديك جو بوتيت باسكو بون جو فرواسي كالكو بالك دي كوليغ ولا مي ميم كيكون ميم يكون مقدم تاع صديق ان انيماتور ولا فو كو ميم كيلي ان سيرتان فورم ماشي بون بوتيت فورماسيون باسكو با دو فورماسيون عندنا مي تكون تعرف شويه البالون تاني باسكو سي تري امبورتون. تجي تقدم لا تجي تقدم مقابله انت ما على بالكش تو كوني با ان سيستيم دو جو تو ما انت ما تنجمش سي سي با بوسيبل سي با بوسيبل مالوروزمون اون فوا دي جورناليست اللي ما يعرفوش تاع الصح حقيقه ما يعرفش طريقه اللعب تقنيه ما يعرف ما كاش وي وي نو مي كي يكون تغيير باردو حمو ان شونجمون باغ اكزومبل سفيان لونترينور هذاك اللي يكون مع الجورناليست هو ديجا على باله باللي الشونجمون هذاك راح تندار وعلاش راح تندار الي لا بور اكسبليكي علاش خرج لاتاكونت وسط ميدان دفاعي حمو هادي هادي وانا دور المحل باش يشرح هذا يا جو سي با اون باس كي ايتي مال اجيستي لاتاكون ولا الميليو تيرا الكونسلتون الي لا بور اكسبليكي او جون اللي عم يسمعوا ولا اللي عم يشوفوا علاش اي ناباري يسي لا باس تاعو باسكو لو بي دابوي كان شويه معوج على كو صاحبو كان ديكالي شويه دروات سي تري امبورتون. كاين دي تيرم تكنيك اللي ما عندهمش اهميه كبيره مي كيكون يسمع واحد ولا يشوف او ميم طون يعاود يشوف لاكسيون ريبلاي ولا يقول لك سي فري لو كان دير هكذا كان تجي احسن. والجدال ولا حاب يقول لك النقاش القائم بين انه على المحللين هما الاخرين باش يبقاو يحتفظوا كما نقول لك بالمهن تاعهم فقط ما يروحوش ابعد من ذلك فيما يخص تحليل اللقاء. نظن بلي كيفاش سيتادير قلت لك كان جدال وفيه نقاش فيما يخص عدم تقبل الافكار هذه تاع المحللين. ايمن علاش؟ نو مي سي اون ديزون كو سي دركا ولات اون فوغ بارتو علاش علاش بوركوا با شي نو؟ نو اوني با لا راهي تندار التلفزيون الجزائري مثلا ماناش ضد يعني لو كونسيبت وي مي با نيمبورت كي اوسي هذه هي هذه هي باسكو محلل يقعد محلل باسكو حنا دوك صادير محللين انت راك مالا راك مع الفكره هذه محلل يبقى محلل بان وي نو ينجم نو يا مام 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 في ليترونجي ولا محلل ينجم يولي يعني ميسيون ولا مي فو كي زيد دي كاليفيكاسيون بور سا ماشي من اليوم لغدوه يا ليكسبير باسكو بون سي فريك فو با فير لي زيكول لي غروند زيكول ولا باش تولي الاخر مي لو مينيموم تكون تميتريزي تكون تعرف صادير كيما دوك الحاج حاجه والله العظيم سي معاوده سي سون كومبليزونس غدوا ينجم يقدم ايميسيون ينجم يقدم ايميسيون سون اوكان بروبليم باسكو لو فيكو اولا نو لو فيكو نو دابور لا كارير ودرك سادير الى اون سيرتان اكسبيريونس كو سوا في لا راديو ولا في لا تيليفزيون كي لو ميم كي تهضر معاه ساك لي زاناليز اللي يديرهم ولا سي ايكوت او ديبار جيتي با كوم سا انا السنوات ربما مع السنوات سو فورج كي تخرج من كرة قدم يتفو الوقت باش الوقت بيان سور باش تعلم السنوات اللي سمحت له سمحت بعضها كان نعطيك مثال انا صغير ما عندوش بزاف اللي شفتو في يعني نشوفو في القناة الوطنية ما عندوش كثير هو المونديالست كي نشوف انا بعض الاحيان شعبان المرزقان مؤخرا انا شفتو تابعتو فوجئت بسرعة التأقلم تلقى عنده ما نقولوش تكنيكمون ديجا هو أولا كان مدرب أيضا وكان لاعب بصح بالنسبة لطريقة الجلوس طريقة التكلم التدخل التقديم كذا تلقى عنده ديك كيفاش يلحق كيفاش يلحق الفكرة كيفاش يحكي لك يقول لك المدافع هذا وغيرها فيه أيضا كما قلت لاعبين ولا الناس اللي دخلوا هذا العالم
وكانت عندهم سرعة التأقلم. تتكلم انت على فكرة أخرى أنه هو اللاعب تاع كرة قدم ولا يولي مقدم وموعد برنامج. دون مارادونا قدم برنامج. مارادونا شوبير في في مصر بلا ما داروا فورماسيون. بلا ما داروا إيه. باب شيبا الان شير الان شير الان شير نعم قاعدوا في العرب تاعنا شوبير شوبير باغ اكزومبل ايميسيون تي راك تعرفها دونك البلو سويفي بوتيت انت تظن باللي ممكن هنا في الجزائر ممكن تكون الفكره هذه ممكن نبداو بالحاج نبداو بالحاج نخمموا ما بعد الحاج ثاني نبداو بالحاج اوكي هل ممكن تكون ممكن وي سي بوسيبل باسكو سا كومونسي ديجا سفيانو ممكن نقول وقتاش سا سا كومونسي ب ان جورناليست ان كونسلتون بوركو با غدوا نشوفوا ان انسيان ancien joueur ou la consultant ben par la suite ou l'animateur c'est possible نمشيو لقضيه اخرى قضيه